السلام عليكم من أكاديمية أطفال الرمثة النموذجية. وصلنا مع طالباتنا طالبات الصف السابع في مادة الرياضيات عند درس زوايا المضلع. من اسم الدرس نتذكر شو يعني مضلع يا سابع. مضلع يعني شكل، هو شكل هندسي بسميه بحسب عدد أضلاعه، يعني المضلع اللي له 4 أضلاع اسمه مضلع رباعي، اللي له 5 أضلاع اسمه مضلع خماسي، واللي أطوال أضلاعه متساوية اسمه مثلا مضلع خماسي منتظم. كلمة منتظم بتدل على أنه أطوال أضلاعه يا سابع متساوية. نجي بداية للجدول اللي موجود أمامنا. عندي العدد الأضلاع طبعا بداية ببلش من 3، هذا الشكل هو المثلث. عدد المثلثات الموجودة مثلث واحد فقط. مجموع قياسات الزوايا، أنا بعرف مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث 180 درجة، فعدد المثلثات اللي عندي 1 لما يكون عدد الأضلاع 3، فواحد ضرب 180 درجة. طيب يا مس، لما يكون عندي 4 أضلاع شو ما كان الشكل، يعني لو مربع هيو، فعندي مثلثين مثلثين، عدد المثلثات 2. طيب يا مس، قديش عدد الزوايا الداخلية أو مجموعهن؟ المثلث الأول فيه 180 درجة والمثلث الثاني فيه 180، فاثنين ضرب 180 مع بعض بعطيني 360 درجة. نشوف المضلع الخماسي، هاي طلعوا، هاي المثلث الأول، هذا الثاني، وهذا المثلث الثالث. يعني عدد المثلثات 3، يعني مجموع قياس الزوايا الداخلية 180 و180 و180، أي 3 ضرب 180. نيجي للسداسي، طلعوا مثلث مثلثين ثلاث 4 مثلثات، مجموع قياسات الزوايا الداخلية ف 180 180 180 زائد 180، أو بنحكي 4 ضرب 180. أنا يا سابع هون عدد المثلثات شو علاقتها مع عدد الأضلاع؟ شو منلاحظ يا مس أمامكم؟ طلعوا، لما كانت عدد الأضلاع 3 مثلثات أعطاني 1، لما كان 4 أضلاع أعطاني مثلثين، 5 3، أنا بلاحظ إنه -2. يعني عدد المثلثات على اعتبار أن هي عدد الأضلاع ناقص 2. يعني لو كان مثلا مضلعاتي عدد أضلاعي 5 5 أو 5 -2 = 3، بعطيني عدد المثلثات N-2. سداسي 6 -2 = 4. طيب لو أحكي لكم سباعي، إذا عطوا لي السابع 7 أضلاع، عدد المثلثات 7 -2 = 5، رح يعطيني 5 مثلثات، الزوايا رح يكون 5 × 180 degree. أوكي، مفهوم يا سابع لغاية الآن شو اللي موجود عندي؟ إذا هون أعطاني عدد المثلثات هي عدد الأضلاع ناقص 2، مجموع قياسات الزوايا إذا بتلاحظوا عدد المثلثات هيو ضرب 180 درجة. نيجي مثل أول قانون إنه اللي هو مجموع قياسات الزوايا الداخلية S من سميشن يمكن لمضلع. إذا أنا لما قلت لكم عدد الأضلاع يا سابع، حكينا عدد المثلثات اللي هو عدد الأضلاع ناقص 2. طيب مجموع الزوايا قلنا كل مثلث فيه 180 درجة، فمثلا إذا كان عدد أضلاعه 8 فعدد المثلثات رح يكون 6، الزوايا بدي أجمع 180 6 مرات، يعني 6 ضرب 180. هيا مترجمة بهيها القانون أمامنا. اطلعوا يا سابع، عندي عدد المثلثات ضرب 180 درجة لأن كل مثلث قياسه 180 درجة، وعدد المثلثات عدد الأضلاع ناقص 2. بدنا نحفظ هذا القانون ونطبق عليه. نشوف الاكسرسايز نمبر 1 بيج 190. شو بده يا سابع؟ أجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل مضلع مما يأتي. بداية طالب مني السباعي، شو رح أعمل يا سابع عشان أحله؟ بحكي S equal N-2 times 180 degree. طيب بشيل N عدد الأضلاع وبحط كونه سباعي معناته عدد أضلاعه 7. 7 - 2 times 180 degree. 7 - 2 = 5. ليش الأولوية للأقواس؟ أقوى من الضرب. times 180 degree.
5 times 0 0 5 times is sorry 8 40 5 times 1 equal 5 plus 4 equal 9 إذن 900 degree هاي هي مجموع قياسات الزوايا الداخلية للإيش المضلع السباعي يا سابع. طيب شو طالب مني نمبر 2؟ للعشاري يا مس، هيو العشاري. شو يعني عشاري؟ عدد أضلاعه من اسمه 10. بحط القانون S equal N minus 2 times 180 degree. شيلي N، حطي عدد هنا يا سابع. قديش عدد أضلاعه؟ 10 minus 2 times 180 degree. الأولوية للأقواس 10 minus 2 equal 8 times 180 degree. 8 times 0 0 8 times 8 64. 8 times 1 equal 8 plus 6 equal what? 14. إذن 1440 degree. هاي هي مجموع قياسات الزوايا الداخلية لإيش يا سابع؟ لل مضلع العشاري. لو أقولكم مثلا مثل ما هو طالب التساعي، منشيل أنه منحط 9 وبعدين منطرح منها 2 ومنضرب 180. ولو أحكي لك كمان في عندي رباعي 10 أو 14، شيلي أن حطي 14. لو أقول لك المليون، شيلي أن حطي مليون ناقص 2 ضرب 180. هذا القانون منطبق عليه اللي هو مجموع قياسات الزوايا الداخلية لأي مضلع موجود عندي. اوكي يا سابع، ان شاء الله تكون لغاية الان تمام. ما في عندي غير القانون لغاية الان، قياسات الزوايا الداخلية لأي مضلع، عدد الاضلاع ناقص 2 ضرب 180 درجة اللي هو عدد المثلثات ضرب 180 درجة. نيجي يا سابع للمضلع المنتظم. شو يعني مضلع منتظم؟ اللي هو regular polygon، اللي هو يا سابع المضلع اللي بتكون عدد اضلاعه بتكون متساوية في الطول. يعني عدد أضلاعه اسمه، حكينا مضلع سباعي يعني له 7 أضلاع. شو يعني زيادة كلمة منتظم؟ معناته يمس أطوال أضلاعه متساوية. يعني مثل هذا الشكل 1 2 3 4 5 6، عدد أضلاعه 6. حاكي لكم هاي، طلعوا الإشارة هاي إلهن كلهن نفس شرطة واحدة شرطة واحدة شرطة واحدة، معناته المتساويات، معناته اسمه مضلع سداسي منتظم. وفيه يا سابع كمان الزوايا الداخلية، قياس كل زاوية مساوي للأخرى. مدام أطوالها متساوية فالزوايا الداخلية له كمان متساوية. بعيد وبكرر، المضلع المنتظم اللي هو المضلع اللي جميع أضلاعه إلها الطول نفسه وزواياها الداخلية جميعها لها القياس نفسه. عندي القانون قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم. اطلعوا، أنا قبل شوي أخذت مجموع قياس الزوايا كاملة اللي هو كان n minus 2 times 180 degree. طيب أنا بدي الزاوية الداخلية، ليش يمس كلهن؟ كلهن صحيح، هذا القانون إلهن كلهن، بس أنا بدي واحدة. ليش؟ لأنه منتظم، معناته لما أقسم على عدد الأضلاع رح يعطيني الزاوية الوحدة، والزاوية إذا عرفتها واحدة فيهن معناته كلهن متساويات. طلعوا قياس الزاوية الداخلية للمضلع منتظم اللي هي مجموع قياسات الزوايا على عدد الأضلاع. طيب نشوف اكسرسايز نمبر 2. صممت ماجدة إطارات خشبية على شكل مضلعات سداسية منتظمة أمامكم. أجد قياس الزاوية الداخلية لتلك الإطارات. بحط القانون وبعوض. هاي x degree equal n minus 2 times 180 degree divided by n. منشيل N ومنحط عدد الأضلاع، ما هي عدد الأضلاع. طيب شو عدد الأضلاع؟ سداسي، معناتها 6 minus 2 times 180 degree over 6. طيب يا مس 6 أولوية للأقواس، 6 minus 2 equal what? 4 times 180 degree over 6. عندي بسط مقام، ما أختصر إذا بقبلن أبعد. طيب 180 تقبل القسمة على 6؟ نعم. 18 تقسيم 6 فيها 3 والزيرو بطل، إذا 30 degree. 4
times 30 degree equal 120 degree. 4 times 0, 0, 4 times 3 equal 12. إذن 120 degree هاي قياس الزاوية الداخلية الوحدة للمضلع السداسي المنتظم، فجميعها طلعوا جميع الزوايا أيضا متساوية وتساوي 120 درجة. وصلت يا سابع؟ نيجي يا سابع الزوايا الخارجية للمضلع المنتظم. طلعوا هذا السداسي منتظم أمامكم، اطلعوا اللي هي ناتج من عبارة كل ضلعين متجاورين امتداد واحد فيهم مع الضلع المجاور له، هاي اسمها الزاوية الخارجية نمبر 1، هاي امتداد هذا الضلع مع الضلع المجاور له. الزاوية 3 اسف 2 هاي خارجية، هاي 3 هاي الزاوية 4 هاي مس زاوية 5 وهاي الزاوية 6. اطلعوا هاد ماله مضلع منتظم. بعيد وبكرر، هون أخذنا جميع الزوايا الداخلية اللي هي مجموع الزوايا على عدد الأضلاع، ماشي، هاد للمنتظم فقط، وهون كمان للمنتظم فقط. الزاوية الخارجية للمنتظم يا سابع، اطلعوا قياس الزاوية الخارجية للمضلع المنتظم يساوي 360. ليش؟ لأنه مجموع قياسات الزوايا الخارجية لأي مضلع منتظم عدد أضلاعه N كل الخارجي 360 درجة. شو بيصفي؟ إنه إذا بدنا نعرف هاي طبعا متساويات، الزاوية الخارجية الواحدة فيهن نعتبرها X، فX ديجري 360 تقسيم عدد الأضلاع. وصلنا يا مس عند مثال رقم 3، شو بيحكي لي؟ أجد قياس الزاوية الخارجية لكل من المضلعات الآتية لأقرب درجة. طلعوا أخذنا مجموع قياسات الزوايا لغاية الآن n-2 times 180 degree، هاي مجموع قياسات الزوايا لأي مضلع، بس أخصينا بالذكر بعدين المنتظمة. المنتظمة قسمنا على n بحيث كل زاوية داخلية هي مساوية للأخريات متساويات لأنه منتظم، ماشي. حكينا بنقسم المجموع كامل على عدده عدد الأضلاع، وحكينا كمان عن الزاوية الخارجية اللي هي 360 تقسيم عدد الأضلاع. شو طالب مني هون؟ بده الزاوية الخارجية، وقايل لي إنه منتظم يمس. شو معناته؟ بستخدم قانون الزاوية الخارجية للمضلع المنتظم اللي هي x كديجري equal 360 degree divided by n عدد الأضلاع. خلينا يمس نعوض، نشيل n ونحط قيمتها اللي هي سباعي منتظم 7. طيب يمس 3 تقسيم 7 لا يجوز، 36 في عندي الخمسة وهي بتزيد واحد، 10 تقسيم 7 في عندي واحدة، وبظل 3 بحط بوينت وبكمل. بس شو طالب مني؟ لأقرب درجة، فما بدي أقربها، خلص 51 ديجري. أوكي مفهوم؟ يعني يا سابع لو أقولكم سداسي منتظم فهي إيش؟ X اللي هي بتحقق من فهمي equal هاي لسداسي منتظم بده زاوية خارجية، ها قياس هيك نكتب قياس الزاوية الخارجية لمضلع منتظم، شرطي هذا القانون لمضلع منتظم اللي هي 360 degree divided by 6. طيب 36 تقسيم 6 شو يا سابع بعطيني؟ 6 و الزيرو بتنزل، إذا 60 degree. أوكي طلعوا يا سابع على آخر جزئية في الدرس، شو هي؟ بإكسرسايز نمبر 4 شو بيحكي لي؟ أجد قياسات الزوايا المجهولة في الشكل الآتي. عندي هاي الزاوية 1 والزاوية 2، أنا بدي أوجدهم. طيب مس إحنا شو أخذنا قوانين اليوم للمضلع؟ أخذنا مجموع قياسات الزوايا الداخلية، وأخذنا المضلع المنتظم نفس المجموع تقسيم عدد الأضلاع بعطيني الزوايا المتساوية، وأخذنا الخارجي 360 تقسيم عدد الأضلاع. طيب هسا هون شو بدي أستفيد منهن؟ كيف بدي أوجدها؟ أنا معي زاويتين داخليتين مجهولات ومش متساويات، طبعا طلع كل واحدة فيها قياس مختلف. المفتاح الحل إني أوجد قياس الزاوية واحد. كيف بدي أوجد قياس الزاوية واحد؟ اللي هو عبارة عن تصنع مع الزاوية 61 ديجري شو؟ زاوية مستقيمة، ماشي. إذا يمس قياسها هاي
قياس الزاوية 1 زائد 61 degree equal 180 degree، يعني بمعنى آخر قياس الزاوية حيساوي 180 درجة ناقص 61 درجة. طيب 0 minus 1 ما بصيرش بستلف، فهي بلاش أعملها هيك خليها ذهنية، فهي مس 10 minus 1 equal 9، 7 minus 6 equal 1، 1 minus 0 اللي هي 119 degree. اوكي هي قياس الزاوية 1 هيني أوجدته. طيب هسا بدي زاوية 2، أيوة حلو. هسا أنا رح أعرف أحلها كيف، أنا بدي أجمع أعرف قديش مجموع الكامل ومنه أشوف الحل، يعني مجموع القياسات الزوايا الداخلية لمضلع اللي هو n minus 2 times 180 degree، هي مجموع قياسات الزوايا الداخلية كاملة، منها بعرفه كله بجمعهن وبطرح منه المجموع كامل، بطرح منه مجموع هذول المعلومات. طيب n minus 2 شو عدد الأضلاع؟ 1 2 3 4، إذا 4 minus 2 times 180 degree. طيب أو سوري 1 2 3 4 and 5، هاي صغيرة مش شايفة، إذا عدد أضلاع 5 يمس 5 minus 2 times 180 degree. طيب 5 minus 2 equal 3 times 180 degree. طيب 3 times 0 0 3 times 8 42 3 times 1 plus 2 equal 5. إذا 540 degree هاي المجموع كامل، إذا يمس شو بدي أعمل هون؟ بحكي قياس الزاوية 2 زائد 126 degree plus 90 degree plus 119 degree plus 96 degree equal، ها هاي مع هاي مع هاي مع هاي مع هاي يمس كله يساوي 540 degree. خليني أجمع هدول وبعدين أطرح منها المجموع كامل. إذا لما بجمعهن يمس بطلع 431 degree، إذا قياس الزاوية هاي المجهولة مع مجموع هدول يساوي 540. طبعا بدي هاي لحالها minus 431 degree للطرفين، شو بعطيني؟ بعطيني قياس الزاوية 2 بكل سهولة، 0 minus بستلف فيها 9، 3 minus 3 equal 0، 5 minus 4 equal 1، إذا 109 degree هو قياس الزاوية 2. شفتوا كيف عرفنا الحل يمس؟ باستخدام الزاوية المستقيمة أولا، ثم طلعت بالقانون مجموع الزوايا كاملة، رحت جمعت المعلومات وطرحته من المجموع كامل. بهيك بكون يمس أنهيت الدرس، بتمنى يكون كل إشي وصل لكم ومفهوم. يعطيكم العافية يا سابع.